أعزائي المتابعين، عدنا إليكم مرة أخرى. اليوم بهذا الفيديو راح نوصل 7000. خلاص يا إخوان طولنا كثير، فبهذا الفيديو راح نجيب 7000. أوكي، أنا حاليا 6930، هاي السجل عندي، بفوز وبخسر. والله قاعد يا إخوان بفوز جيمين بخسر 10. وقفت معي على 6999 مبارح. هذا تصوير جديد، يعني كنت أصور وحذفت كل شيء مبارح لأنه ضغطوني أقسم بالله. فهسه راح نرجع، بدي 3 جيمات بالضبط. يعني أفرض كل جيمين أعطوني 32 32 64 بوصل، بس ما راح تزبط، بدي 3 جيمات بالراحة. المهم عزيزي المتابع، قبل لا نبلش لايكك للفيديو واشتراك بالقناة، ليش مش عارف احكي، اشترك بالقناة عزيزي المتابع. شكرا لكم على الدعم يا اخوان على الفيديوهات اللي قبل. اول جيم بسم الله يا اخوان، اشتركوا بالقناة بالله، خلينا نوصل 10000 وماشي. واحد الله يزم هدي شوي. اوكي جرايدر، فزنا. اي حد هو جرايدر بفوزه، مستحيل هو جرايدر يخسرني، مستحيل مستحيل. ان شاء الله ما نخسر بس. اوكي خلينا نهدي يا اخوان، بدناش نستعجل نخسر، لانه امبارح والله انضغطت على كاس واحد عن جد، شركه زباله لازم كاس يخرب بيتكم. اوكي بنحط ميجا منيون، ان شاء الله ما تكون تبعت الكراكر. اوف شو التشكيله هاي. اوكي خلينا نجرب نهجم، نقتل الارشر كوين. زبطت معي نقتل الارشر؟ لا ما راح تزبط نقتل الارشر كوين، حرام حتى الفالكيري ما مسكتها. اوكي انا بالعاده هيك بهجم، اي حدا بحط الارشر كوين بهجم هجمه وبجمدها عشان اقتلها، لانه كروتي ما بتزبط انه تقتل الارشر كوين، فاكيد بتمسك البرج يعني. يلا فعل الخاصيه، لا تفعل لا تفعل لا تفعل. اوكي اصلا بابلر بكل احوال ميت، بس نايس دفعنا دفاع حلو، ومعه ايرث كويك. ترى يا اخوان اذا حاطه جرايدر وايرث كويك على البرج الكانون بتطير معلم، ضربة هوك بس. اوكي هسه الايرث كويك مش بايده. اوف كيف صار مسيكلها، شو حط هو؟ والله ضربتين اخذ يا زلمه. شيت طب هو ايش معه؟ جرايدر ارشر كوين فالكيري والهيل سبيريت والسكيلتون الثلاث. اه والله صار مسيكل سريع ال، شوف الوسخ وسخ يخرب بيتكم يا زلمه، كن ضراب مش وسخ حتى. بس اوكي عادي، انا على دقيقة واحدة بضغطه. ليش انا عدلت تشكيلة شلت الارشر؟ عشان تصير سايكل، لانه زبطوا المس كتير بالتعديلات قبل فترة، فالكل هسه انجن على الجرايدر. اوكي كثير قابلوني 2.6، يعني هذا اول مره بلعب معه زي كارش اركوين وش اسمه. اوكي بوم تاور نايس، راح اجمد بسرعه يا ما تموت الميجا. لا تموت لا تموت لا تموت. اوكي قتلها قتلها كفو، بس حرام ماتت الميجا يا زلمه. اوكي وما اخذ دمج، راح ابعد الكانون شوي. اوه نايس مسكتك يا وسخ يا وسخ، حلو هيك هيك لازم نلعب فيه، لازم تحط الكنول بمكان وسخ عشان ما الارث كويك ما يطولها. اوكي جريف يارد كمان مره، ترى بالهجمه هو بنضغط قاعد يا اخوان، ما بقدر ادافع 100% باخذ مني كثير دمج قاعد. اوكي خلي البوم تاور ما بصد زي الفالكيري يعني. اوكي صرفنا اكسير الدنيا معلم، حط فالكيري وبوم تاور وارث كويك والسكيلتون كله بس عشان صد 5 اكسير. اوكي هون راح ارمي اسهم عشان تفعل الخاصيه ما تزبط معه. لا 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 موت موت موت. ايوه نايس كمان هجمه مقبره او لا، خلينا نهدي شوي، بدي اهجم هجمه يكون معي تجميد بنفس الشيء. اوكي حط لهم باولر عشان بدي احط هوج. اوه اي ثينك انه غلط، حطت الاشر كوين كثير زفت معلم، شو القرف هذا. خلص بدي اجمد كمان، بدي اخذ منه دمج يا زلمه، اذا بضل يصيد هو بفوز. تصيده بالارث كويك كثير سريع تشكيلته. اوكي في فرق 200 دمج بينه وبينه. اوكي اذا زبطت ال، اوكي لا ان شاء الله ما بضرب ما بضرب هيك مستحيل. ايوه نايس حلو جريف يارد، نجهز الفريز. اوكي بنجمد الارشر كوين ما بتعمل، يا عيني على التجميد يا زلمه يا عيني. ايوه هيك صار كفو، يسعد يسعد ابوك يا زلمه الميجا منين. اوكي ارمي اسهم، ايوه كفو غلط بالبوم تاور كمان، اشر كوين راح تطير نايس. خربط خربط الدنيا، شوف شوف كيف قاعد بيلعب اكل هوا معلم، ده جيجي اخوي.
اوكي هسه بدي اصير دافع دفاع وسخ يا معلم. روحي لعن قرفكو. كان انت ولا تبعون اللافا هاوند زلمه؟ يا الله يا اخوان هلكوني زلمه من امبارح. شو القرف هذا؟ اوكي اذا بدي اضل جنب لك الهوك بديش اهاجم انا. يلا هاي تجميد معلم روح. بس والله بيقدر يجيبني صح؟ خليني اهجم احط مقبره. شو الدافع؟ لا بس اكيد راح يضرب اشي، مستحيل ما يضرب اشي على البرج. والله ولا اشي. اوكي هون اسهم. لا جي ايوه البالو امسك البرج امسك كفو. اصلا باولو كتل السكيلتونز نايس جي. يعني شوي صعب التشكيلة هاي، اوسخ من تشكيلة ال 2.6 لان ما بكون فيها ارثكويك، بكون فيها فاير بول فايزي. هاي ارثكويك كثير زفت، كثير المقبرة بتاكل زفت اصلا. اوكي بقي لنا جيمين يا اخوان على 7000 جيمين يا معلم. اوكي 6966 نايس. اوكي شفتوا يا اخوان انها موقفة على كاس يا حرام. بس يلا دون ما نطول بس نشوف البروفايل هون اخونا بالله. لا زي تقريبا هاف بس لا هو رفع 7600 يعني، ولكن ايزي. انا اللي معتز اللعبه 3 سنين معلم، يعني هذا ثاني سيزون اللي باللعبه، وكويس اني رفعت 600 كاس على الموسم اللي قبل، فكثير ممتاز بالنسبه لي. الموسم الجاي بنطلع طلعه احسن من 7000. بس حبه عزيزي المتابع، مش طمع بدي 8000 لا معلم، كل سيزون نطلع لنا حبتين. اوكي يا رب كمان هوك بالله عليك، وهوك رايدر انا الهوك بفوزه. اوكي هوك رايدر معلم يا رب التشكيله الهوك هاي تبعت الفاير كراكر. بس هاي كمان معه ايرث زباله بوجهه صح. اوكي شوفوا كيف بدي اعمل هيك. ايوه عشان الفالكير تمسك الهوك والفالكير وبنفس الكانون يكون ماسكين الهوك رايدر. يا عين هاي التشكيله اوسخ ترى من التشكيله هذيك. ليش؟ لانه هاي اسرع، هناك بقى حاط الاشر كوين بدل الفاير كراكر اذا لاحظتوا. ايوه يسعد ابوك غلط، حتى البالور ضرب الفاير كراكر ودمج البرج ممتاز. اذا فزتنا هذا معلم، هذا اكيد فايز ان شاء الله لانه هو جرايدر. بقي بس عن الجيم الاخير الصعب، يا رب ما يطلع لافا مشان ربكم يا زلمه بالله عليكم بديش لافا يا اخوان. 6999 طلع لي لافا، خسرت الجيم واللي بعده كمان طلع لي لافا كمان خسرت. يعني بتحس الشركه عن جد متعمده انك ما توصل يا زلمه. ايوه يا عيني يا حرام، بس اقتليها يا عيني. ايوه مسكت البرج الميجا كفو، واحده ثنتين كفو ثلاث، كمان واحده عين الشباب كمان واحده. والله نايس. والله اكلت البرج زلمه. اوكي نايس، هون نحط كانون عشان الايرث كويك. ايوه بالله يا زلمه بالله يلعن قرفكو يا زلمه، عاملين اللي فيها اساطير. هوك رايدر قال تعال ولك العب مع اسطوره الباولر ولا هو قاعد بده يجيب الهوك رايدر بسرعه ترى. يعني اصلا اذا ما كان معي كانون بالكثير الهوك بضرب ضربه واحده لما احط له باولر، بس بدك تحطه بطريقه صح ما تحطه بوز. بس اوكي ما راح احط الهوك هون، والله اني عارف يا زلمه قرفكم هذا. اوكي حط اللي عنده نحاس يا اخوان، اللي عنده ثلاجات للبيع يطيح يبيع له. يمكن سامعينه بالفيديو صح؟ مش موقف تصوير، خليه يسترزق. اوكي بنحط هون ميجا، خلص مسلمني الجيم، يعني بدك تعمل ريمونتاد اخوي. 200 يعني كل اللي عامله انت شوية دمج على البرج هناك. اوكي حطيت الفالكيري هون ليش؟ ايوه نايس عشان لما اوه راح يضرب ضربة صح؟ لا ما راح يضرب ولا واحد ولا واحد ولا واحد ولا لا. ليش يا زلمه؟ اوكي اذا مروه هنا عن قرفكو دم. ايوه ست فريز. ايوه كمان واحده على اللوبي ولا على اللوبي. لا بمزح خلص. اوكي يا اخوان الجيم الاخير يا زلمه، الجيم الاخير يا اخوان الجيم الاخير. اوكي قديش صرنا؟ 6994 يمكن صح؟ 4 93 ايضا يعني 93 سبع كؤوس يا اخوان. اوكي هيك 5 جيمات فوز ورا بعض الحمد لله طبعا. اوكي بسم الله ليتس جو. يا رب مش لافا يا رب يا اخوان، اذا طلع لافا اجت شركه وسخه يا زلمه، هي وسخه ما اختلفنا بس مش لهالدرجه يعني. يا رب مو لافا
يا اخوان البالون مش طبيعي صار زلمة، يعني لو خلوه زي زمان احسن. يعني هذاك بضرب ضربة 1200 يمكن، بس احسن من هذا. هذا بضرب ثلاث ضربات بعشرين ثانية. شو عشرين ثانية زين؟ كل ثانيتين ضربتين، 800 800 800، يعني مش طبيعي. اوكي مش لافا، بس يا رب ما يكون نقبر وبو بويزن. لا يزن بالله عليكو، والله صعبة بتكون ضدي هاي. إذا ما صيدت تصيد ما بفوز. وأنا بعرة حطت البالور هاي، خسرنا بقى من وراها. هي تشكيلة مقبرة هاي، بس مش عارف يا بويزن يا فريز معه، أو تشكيلة البالون مع الفريز والباولر. هي مش، أنا مش عارف، لأنه التشكيلات كلها نفس بعض، بس إنه اختلاف البالون. اوكي انفيرنو كويس، اخذنا دمج هناك. ايوه وغلط بالبربريان بارل، نايس حلو. اوكي براح احط ميجا مينيون هون عشان اذا معه منطاد ما يحطه. حلو نايس، ولا ضربه هذا الباولر. حلوين، بس هاي يا اخوان مقبرة، لان تشكيلة المنطاد ما بكون في فالكيرنسي. راح امسكها هون. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، هذا الفن يا اخوان. اوكي نرمي اسهم هون، كويس مسكت الفالكير عشان البرج ما يتنك عليها. كثير حلو. اوكي دفاع ممتاز، بس الله يسترنا من اللي جاي معلم، لان تشكيلته اوسخ من تشكيلتي. هو معه انفيرنا وبيبي كله سبلاش معلم. اوكي نحط هون جريف يارد، مشكلة ما بزبط اجمد، يعني اذا جمدت راح ابلع. بس انه هسه ايش لازم امسك الكروت اللي بحطها على الجسر عشان ما البرج يمسكهم. مشكلة شوفوا كيف بوجم، يعني هسه بحط له فالكيري هون هو ومقبرة، فكثير صعب اجم باللينين كثير زفت. يعني شوف هناك باولر، حرام لو مسكت والله كنت جمدت البرج، باخذ تقريبا 2000 دمج بالراحة منه. هون يا اخوان اي ثينك انه بلعنا معلم، راح اعمل فريز. ايوه كفو، اخذنا شوية دمج. نايس 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 نايس، والله كفو يا اخوان 1600 صار برجه. حلو الله يستر من هجمته. بس هسا الفالكير، لا يا زلمة ليش مسك الانفيرنو الزفتي زلمة. ايوه كفو فريز، نرمي الاسهم. ميجا منيون هون، نايس نايس نايس، بس هو اخذ كثير دمج، والله كثير اخذ يا اخوان. ومعه تورنيد، يعني اذا غلطت بسحبهم كلهم بالنص. شوف ما هي صعبه يا اخوان، مستحيل افوزها. وشوف البرج مسك الزفت يا زلمه، يا الله القرف. تمام المشكلة مع تورنيدو يا اخوان، يعني إذا حطيت شوف 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 شوف، لا ما أظن يمسك البرج صح؟ خبرة باولر، أيوه ما مسك. يعني شوف إذا أنت بتحط إشي بالنص بلف لك إياه بالنص، خلاص الباولر بمسك أو البيبي دراجون، فكثير صعبة. عاد برجه 1200 يا زلمة، يعني الحقيقة خاطر بهجمة هسا هيك مقبرة وفريز لحالها. أيوه كفو ما مسكه، نايس نايس. راح أعمل فريز، إيه مستحيل يا اخوان مستحيل. يعني لو رميت اسهم هسه صعب هاي. كل اخر جيم 7000 بصير في عندي مشكله معلم، يعني شو القرف هذا. اوكي بدي اقطع تصوير عن هذا الجيم، اذا فوز او اخسر بفرجيكم. ثواني افصل واشوف ايش الوضع، اذا فزت او خسرت راح ارجع. اوكي خسرت هذا الجيم كمان يا اخوان، صعب كانت، فعلت برج الملك بالغلط بالاسهم، وكثير ما عرفت اهجم اصلا، فكرجعني 6930 زي اول فيديو. يعني راح اقطع التصوير كمان افرجيكم ايش بصير معي بالايام كلها هيك. الله يقرفكم بس. اوكي وان فزت يا اخوان، دعست الاكسبو. غصبت عن راسه ولا غصبت عن روسك ولا انت واللي بلعب اكسبو تندعس عند المقبره ولا. اوكي هيك بدي كمان جيمين، راح افصل التصوير. اوه 32 والله نايس، هيك 6960 صرت، ايه 70 قصدي، بدي 30 كاس بالضبط. اوكي
يمكن هسه طلع لي واحد أعلى مني بأخذ 30. لا ما بأخذ يا إخوان. المشكلة بحبش يا الله بقرف. ليش هيك يا زلمة؟ لأنه شوفوا هسه كؤوسه 6951، إذا فزت ما رح يعطوني 30 أو 31، بعطوني 27 28، يعني رح ترجع تفرق على كاسة أو كاسين. خليني أفصل التصوير بس أشوف إذا بفوز أو لا ونرجع. أوكي تم الدعس عزيزي المتابع، دعس البيكا كامل، قرف البيكا كامل تم دعسه. حلوين 28 شايف يا إخوان، والله عارف يعني ما رح يعطوني فوق 30، فلازم نلعب أخر جيم اللي هو الجيم الحاسم عزيزي المتابع. بسم الله يا رب مش لافا إذا بالله عليكم. بسم الله، يعني أنا من امبارح قاعد بحاول أوصل 7000 نفس الإشي، بكون فرق لي بس جيم واحد بيطلع لي خصم زفت بخسر، فمش عارف إيش الوضع. أوكي أنا كوسي 7000 ويعني هذا بفوز أقل شي بأخذ منه 32 كأس معلم. أوكي مش ناوي يلعب هذا، يلا عادة بنستنى معك أخوي، بنستنى ولو يا زلمة. يعني هذا الجيم الحاسم يا اخوان، اذا فزناه بصير وضع لوز، بنوصل القرف هذا يا زلمه تبعكم كله لافا يا زلمه. والله امبارح يا اخوان الوضع مش طبيعي كان، يعني انت متخيل بكره سيزون جديد صح؟ كله لافا راح يصير، كله بيلعب لافا معلم، وفي عندك كمان السوبر لافا هاوند راح ينزل. قرف ليفل ماكس معلم، يعني بتلاقي حاط لك سوبر لافا وراء منطاد بيبي دراجون قصد يا معلم، واللي بتحطه بتفجر من السوبر لافا. ف اذا شفت السوبر لافا اعمل اطلع من الجيم معلم، خلاص جي جي. الا اذا كنت لقبيت بتقدر تفوز. روكت واحد ونفير انه بتشيل امله كله يا زلمه. يلا العب يلا يا اخوان مالكو، بديش اقطع تصوير والله، بدي اخلي الجيم كامل هذا. الو معلم العب. والله يا اخوان هذا شكله مش راضي يلعب، هما بالعاده ببلش لعب على الدقيقه، اول ما يصير دبل اكسير ببلش ينزل، بحط لك جولم برمي لك لافا، فعلى الاغلب هيك. الله يسترنا مش لافا هذا. تقول ليش زي التشكيله اللي هذا القرف يا اخوان، شوفوا ما اسرعوا يا زلمه. اوكي يلا هي بدي اهجم هجمه. اوكي نايس، والله اخذنا منه 1000 دمج حلو نايس. هي نفس التشكيل اللي قبل بس انه دون فالكيري. اوكي حاط لك منطاد معلم دون فالكيري، وش اسمه قصدي، ايوه بدل الفالكيري بكون حاط لك الكتر دراجون ومعه منطاد بدل الجريفيارد. اي ثينك اني بلعت بلعه مرتبه هسه، راح افرز ما في غير هيك. بلعنا بلعنا يا اخوان بلعنا، والله بلعنا يا حبيبي. شو بدي صد امه جيجي اخوي. يا اخوان ايش هذا بالله عليك يا زلمه، يعني هاي يقول من صدها بنعمل فريز هيك واسهم هون صدناها، بس لما تكون هسه هجمه من ورا بنت كلب جايه ما راح اقدر اصدها. هون هون عن جد راح ناكل هوا معلم، راح بسرعة أهجم هجمة هيك لأنه ما راح أقدر أصدها إذا أرجع أهجم. صعبة يا إخوان والله صعبة، التشكيل هاي كلها ضدي صعبة. شوف التجميد ما مسك الإنفيرنو زفت يا زلمة. وين بدي أحط الكانون يعني؟ إذا حطيتها هون راح يمسكها، كلهم راح يمسكوها. جي جي، يعني ما في مش قادر اعمل اشي يعني مستحيل. وين بدي احط الكانون؟ اذا حطيتها كمان تحت بتطير. اوكي يا اخوان فصلت التصوير وعدنا من جديد، نزلت 6690 متخيلين، الي ساعتين بلعب وبطلع رجعت وصلت هالقد. اخر جيم راح نفوت نلعبه مع بعض، يعني هذا خسرني قبل شوي كمان. بسم الله الجيم الاخير، يلا بسم الله يا زلمه. والله اذا خسرنا السيزم كسر الايفون كله. اوكي تقول ليش لافا، تقول او ارشر. اوكي باتس هو فيش واحد حاليا، كل الناس اكسبو
شوف الاكسبو صعبة شوي، مش سهلة صراحة يعني، لأنه هسا عرف إنه معي باولر بصير أحط لك التسلا قدامه، ف لازم نستعمل الفريز بيبي. أوكي خلينا نسايكل بس. أوكي نايس، نمسك الأرشر الأرشر الأرشر، يا عيني يا عيني يا عيني، نايس. أوكي نحط غريف يارد. أوكي ما راح أرمي أسهم، أقول لك يلا روح نخلص من الأرشر، لأنه يمكن هسا يبني هجمة من ورا. أيوة نايس، صرفنا اللوك كمان. الله يقرفك يا زلمة. أوه كويس، مسكته مسكت الإكسبو، بس راح ياخذ دمج خرات الله على البرج. يا يعني حرام لو لفت آخر لفة بس. أوكي ما لحقت الكانون أصلاً يا زلمة. بس خلي اي ثينك انه لازم اضل ادافع عنه حاليا واضغطه على الدقيقه. انا عرفت تشكيلته، بكون مع نايت وارشر واكسبو وتسلا والايس سبيريت والسكيلتون الثلاث، و ما بعرف شو مع سبيل. اوكي نحط ميجا، بس انا بعرف ايش راح نتعامل معه هذا معلم. راح احط نايت قدامه صح؟ ايوه هيك الوالر بيمسك شو اسمه صح؟ مسكه؟ لا يا زلمة ليش؟ والله حرق. أو شي لا لازم نزلت الباولر بدرجة لتحت يا حرق، والله درجة بس أخذ 600 دمج يا زلمة. أوكي طبعا هو قاعد بحط أرشر على أساس ما بقدر أهجم، قال الله يقرفك يا زلمة. أوكي هاي أسهم. اوه قتلنا السبيريت كمان، نايس. يا حرام لو ما ماتن الباتس والله كان مسكن البرج. شوف شوف الوساخة. طب شوف انا ايش راح اعمل، راح اصير احط بولر بالنص، فاي ثينك ما راح يقدر احط الاكسبو، اذا حطه راح يتنك على شو اسمه. قرف هذا. تمام راح احط هنا ميجا منيون دكتور التسلا، بنفس الوقت بحط مقبره هناك. اوكي نايس. لا ليش لفيتي؟ اوكي فريز. يا حرام لو مسكت الاشر صح والله برج طار، لو رمى كره النار بضل في سكيلتون عايش كمان. بس يلا كويس فجرناه بالهجمه هاي، ضغطناه ضغطه بنت كلب معلم. اوكي هون باولر، ايوه هسه بنحط الباولر هون وما راح يوصل على الاكسبو. يا اخوان ايش في يا زلمه؟ بس اوكي نايس هون الكانون، كف كف كف. ايوه نايس ما راح يمسك على البرج. اوكي مقبره كمان مره، تجميد لازم يكون صح معلم. او اوكي مسكنا الاشي سبيريت يا اخوان ناس. حلو حلو 500 برجه، والله هي حرام نخسرها يا زلمه. اوكي بنحط بده يصير وسخ مع كره نار طبعا، فاي ثينك انه بده يسايكل يحط هون اكسبو ويسايكل مره ثانيه ويحط اكسبو هجومي عشان هذا الاكسبول الجريف يارد تخليه، ترى وسخ الخصم. اوكي ما راح يوصله. اوكي بنرمي الاسهم هون. اوه بريدكشن ابن حرام طيرني الارشرات. اوكي 383 دم برجه. اوكي بنحط هون فالكيري، ايوه الباولر هون. اوه حلو ما مسك لو كرة النار زبطت. اوكي هون باس مقبرة. الاسهم الاسهم قربوا قربوا قربوا، يا عيني يا عيني يا عيني. جي 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 جي. ايوه يا زلمة انقلع يا زلمة، الله يلعن قرفكو. ايوه هيك يا زلمة، واخيرا يا اخوان زغرت يا زلمة، زغرت يا اخوان بالتعليقات. ايش هذا القرف؟ الى اسبوعين بحاول بمزح يومين. واخيرا يا اخوان 7000 كسر الطاولة هون، أعضاء الكلان كانوا بيحضروا معلم. والله كف كف الشباب، والله ما قصروا، هذا دعم معنوي كانوا بيشاهدوا. كف كف أنا أكتب لهم ما قصرتوا. أوكي بطل تعرف أكتب معلم، والله انسى الوضع، حتى الباولر ولا مرة زبطته يا زلمة، كان خسرنا الجيم. وأخيرا يا أخوان الموسم الجاي بإذن الله 7000 و 8000 مش راضي، بدي 9000، لا بمزح.
اوكي هيك جبنا 7000 عزيز المتابع بعد انقطاع 3 سنين عن اللعبه. ثاني موسم اللي باللعبه بس الموسم هذاك جبت 6600 والموسم هذا 7000. اوكي نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. سلام اعزائي.